وأخيرا وصلنا لليوم ال 11 من تحديات الكريسماس، تحديات سقوط الثلج. بهذا التحدي لو أنت خلصته لح تاخد بيكاكس اللي ظاهر أمامك، ولح تاخد السكن اللي ظاهر أمامك. يعني البيكاكس والسكن مبروكين عليك اليوم لو أنت ماشي بالترتيب بالنسبة لتحديات سقوط الثلج. وبالنسبة للشيء الثاني معنا اللي هو لح يكون عن اقتراح لعبة فورتنايت على تعديل أسلحة مثل لعبة وورزون، ونصير نعدل على السلاح ونركب له كاتم ونركب له سكوب مثل لعبة كول أوف ديوتي بالضبط. فإذا أنت أول مرة عندك تشاهد فيديو على القناة، لا تنسى اللايك وتكتب كومنت برأيك وتشارك هذا المقطع مع اصدقائك لو استفدت منه. كود دعم لاتم شوب ليمود 9 فلا والله بس كان الطابة الارضية وفيديو جديد. خلينا نحكي عن تحديات سقوط الثلج. اول شيء بالنسبه لتحديات سقوط الثلج، نحن اليوم ان شاء الله باليوم 11، يعني اليوم 11 لو انت خلصت هذا التحدي اللي انا هلا رح اشرح لك اياه ان شاء الله رح تاخذ هذا البيكاكس. ولكن في شيء ثاني، انه السكن حاليا صار متوفر معنا، لو انت خلصت هذا التحدي اليوم رح تاخذ هذا السكن. ولكن كيف رح تاخذ السكن؟ بكل بساطه لازم تكون مخلص 12 تحدي من التحديات اللي كانت معنا من اول ما نزلت تحديات الكريسماس يوم 18 ديسمبر لغايه اليوم اللي هو يوم 28 ديسمبر. لازم تكون مخلص هدول 10 ايام، كل يوم خلص فيه تحدي، وكلاتهم موجودين عندي فيديو واحد موجود تحت بالوصف لو حابب تعرفه. ومبروك عليك السكن هيك بهالحاله. وبالنسبه لتحدي اليوم تبع يوم 11 تبع يوم 28 ديسمبر، ان شاء الله هذا التحدي بيطلب منك انك تلعب دو او سكواد مع صديقك 5 مرات مختلفه. يعني كل عليك انك انت تبعت انفايت لصديقك وتدخل انت وياه يا دو يا سكواد. لازم فريند يا شباب، ما بصير تلعب عشوائي مع اي حدا، لازم احد اصدقائك بلعبه فورتنايت لو انت ما عندك اصدقاء. لانه انا بلاحظ بعض التعليقات بتقلي انه انا ما عندي اصدقاء العب معهم هذا الجيم. بالنسبة لهذا الموضوع يا شباب، في عندكم رابط الديسكورد تحت بالوصف، وانا بفتح بس مباشر يوميا الساعة 10 بالليل، ولكن اليوم ما حقدر افتح طبعا وقت تنزيل هذا المقطع. كل يوم انا ان شاء الله بفتح 10 بالليل، وبعض الايام بقطع ففوت العب معي على البث المباشر. وفي عندك الديسكورد مثل ما قلت لك، فوت على الديسكورد كلم الناس على الشات فور اول، وبتحكي مع كل الناس وبتلعبوا مع بعض. هذا هو بالنسبة لتحدي يوم 28 ديسمبر، وبالنسبة للسكن انه كيف رح ينفتح معك وكيف رح تخلصه. خلينا ننتقل معنا للموضوع الثاني اللي هلا عم تقترحه شركة فورتنايت. هذا الموضوع يا شباب طلع مو من شركة فورتنايت مثل ما انت سمعت اول شيء، هذا الموضوع طلع اقتراح من احد اللاعبين من داخل لعبة فورتنايت، انه يصير في عنا تعديل للاسلحة مثل لعبة كول اوف ديوتي وورزون، يعني انه هي باتل رويال انا عم شبه لكم فيها. هذا الاقتراح كان من داخل ملفات اللعبة، الناس عم تقولوا هيك، ولكن هو فعليا مو موجود شيء داخل ملفات اللعبة بدل على تعديل اسلحة، او حتى بدل على اي شيء بده يعدل على الاسلحة. ما في اي شيء بملفات اللعبة بياكد على هذا الموضوع. الموضوع كلياته انه مثل ما اقترحت الناس سكنات، ومثل ما عم تقترح الناس تعديل سيارات، وكثير شغلات عم تقترح الناس. شركة فورتنايت بتسمع للاقتراحات وبتضيفه للعبة. هذا الموضوع كان اقتراح من اللاعبين، هو مو اكتر من هيك. فمشان هيك هذا الموضوع شو رايكم فيه بالتعليقات اكتب لي تحت. عبارة حيكون انه هو عن مود، بتقدر تدخل هذا المود وتعدل عن اسلحتك كلها، مثل السكار مثلا، مثل الاسولت العادي اللي هو الام 16 تقدر تعدل عليها، تحط عليها سكوب سنايبر، تحط عليها سكوب الاسولت القديم، تحط عليها كاتم، اي شيء بدك اياه بتعمله. يعني كانك فعليا عم تلعب كول اوف ديوتي وبتحط له كاتم صوت، اي شيء بدك اياه بتعدل على السلاح. هذا هو كان اقتراح يا شباب. فشو رايكم بهذا الموضوع؟ هل ممكن يكون حلو معنا بلعبه فورتنايت؟ اكتب لي تحت بالتعليقات شو رايك فيه. ولا تنسى تفوت على الديسكورد لو انت حابب تلعب مع ناس وما عندك اصدقاء مشان تخلص هذا التحدي. كل الناس محترمه وناس كويسه، وفي عندك 5 ادمن موجودين لو في اي شيء معك. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 وبرعايه الله.